أول مدرسة للطب والصيدلة وطب الأطفال في العالم الإسلامي، قبلة العلماء ومدينة كبار الأطباء عبر التاريخ، القيروان، قاهرة الجبابرة ومهد العلوم والحضارة الإسلامية بالمغرب العربي. من بيت الحكمة ومسجد عقبة إلى المدينة العتيقة بأسوارها وأزقتها المليئة بالأسرار، من هذه المدينة بالذات إذاعة الحياة منارة للمعلومات. إذاعة الحياة، إذاعة القيروان للصحة.